السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب عزيز معايا شيخنا. تفضل. ربنا الحمد لله كتب لي الحج. بس أنا عندي التهاب في الأنكل بتاع الرجلين الاثنين يعني. فبلبس دايما لما بتحرك بلبس الأنكل ده اللي هو بتاع الصيدليات. فهل ده من محظورات الإحرام؟ ما الأنكل؟ اللي هو عارف حاجة بيلبسوه لما يبقى عنده مثلا ورم في الكعب، في الكعب اللي هو الكعب، تمام، عظمة الكعب اللي هي يمين وشمال، لما بتبقى ورمة فتلاقي دايما الناس لابسة انكل كده اللي هو بيبقى ببين الصوابع وطالع لحد فوق زي الشراب كده. احوط واخرج من الخلاف. اطعم 6 مساكين. طيب لازم في الحرم؟ الكفارات المتعلقة بالحج قال كثيرون من أهل العلم تكون في الحرم، وهذا أحوط أيضا. نعم، جزاكم الله خير. الله يكرمك.